أوقاتكم سعيدة مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من ملاعب اللاذقية، وفيها توج فريق الشرطة ببطولة دورة حطين الكروية الأولى لفرق الرجال، وحمل كأس البطولة بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق مصفات بانياس بهدفين مقابل هدف واحد. دورة حطين الأولى شهدت خروج أندية المحافظة الثلاثة من الدور الأول، تشرين حطين جبلة، وهذا يحدث لأول مرة في الدورات الودية التي تنظم هنا في محافظة اللاذقية. تفاصيل أكثر عن مباريات دورة حطين وأسباب خروج أندية اللاذقية من الدور الأول والواقع الإداري في أندية اللاذقية سيكون محور حديثنا مع ضيف حلقة اليوم، زميلنا الإعلامي سمير علي. برحب فيك أخي سمير، أهلا وسهلا فيك ضيف عزيز معنا. أهلا زميل عبد الله. نبدأ من رأيك بالدورات الكروية الودية والهدف اللي قامته. على بشكل عام الدورات الودية الغاية والهدف منها هو الاحتكاك وتجريب اللاعبين وكشف نقاط الضعف لدى الفرق والتحضير لاستحقاقات قادمة. كلنا بيعرف ان نحن دورة تشرين على مدى 14 سنة وهي تقام عادة تقام في الشهر التاسع وقبل بدء اي استحقاق كروي تحديدا دوري المحترفين. دورة حطين الحقيقة اجت باحتفاء باعياد نيسان وبآن واحد كمان هو من أجل التحضير لما تبقى من مباراة دوري المحترفين لفرق المجموعة الأولى واللي راح تبدأ ابتداء من 17 شهر الحالي تماماً. من خلال المباريات المتبقية لفرق المجموعة الثانية. هل حققت دورة حطين الأولى هذه الأهداف؟ بالتأكيد أنا من وجهة نظري طالما هناك 6 أندية من الأندية المشاركة اللي هن 8 ما زال لديهم استحقاقات واللي هن حقيقة أندية الكرامي المحافظة النواعير المصفات، هذون عم يلعبوا مع المجموعة الأولى الاستحقاق القادم قدامهم. الشرطة لديه استحقاق في مسابقة الكأس واستحقاق أنه هو تأهل للدور النهائي لدوري المحترفين. الوحيد الحقيقة ما له أي استحقاق هو فريق جبلة اللي طلع من مسابقة الكأس وهبط بدوري المحترفين. تشرين كمان مشاركته كمان ممكن أن تكون مفيدة من أجل الاستحقاق للمباراة القادمة باللعب بكأس الجمهورية تماماً مع الشرطة أو مع النواعي بشكل عام أنا بقناعتي الفرق المشاركة حققت الهدف والغاية من مشاركتها طالما هي لديها استحقاق قادم وهي دوري وكأس. من وجهة نظرك إيجابيات وسلبيات دورة حطين اللي اختتمت أول أمس الثلاثاء بالمباراة النهائية بين الشرطة ومصفات بانياس وانتهت المباراة بفوز الشرطة بهدفين مقابل هدف واحد؟ على وجهة نظري الحقيقة أني أتاحت أمام مدربين الفرق للكشف عن مستوى التحضير والجاهزية للفرق الستة المشاركة كما ذكرت باستثناء جبلة وتشرين. بشكل عام أنا بقناعتي حققت بعض المدربين اكتشفوا نقاط الضعف وبدأ المعالجة من خلال محاولة سد هذه الثغرات الموجودة. تم رفع الجاهزية للاعبين للفرق المشاركة وباتت الفرق الستة جاهزة للاستحقاق القادم وبأعلى جاهزية طالما أقل فريق خاض 3 مباريات تجريبية، البعض وصل للخمس مباريات، البعض 4 مباريات حسب الدور النهائي اللي تأهل له. كيف تنظر توزيع فرق المجموعتين؟ هل كان توزيع متوازن؟ يبدو جماعة حطين مكتب يلعبوها صح مثل نادي تشرين، يعني تخيل أنت حطين ومصفات بانياس ومن جبلة تقريبا محافظة واحدة أندية ساحلية باستثناء الشرطة أجوا في مجموعة واحدة، بينما تشرين إجا وحيد ضمن 3 أندية تانية هي من خارج المحافظة. عادة حتى على مستوى دوري المحترفين بيتم تقسيم أندية اللاذقية وطرطوس 2 بهالمجموعة 2 بهالمجموعة، الحقيقة هذا ما كان موجود بالتوزيع. ولكن بشكل عام والشيء اللافت هو تقارب المستوى الفني للفرق 8، وأكبر دليل النتائج فوز 1-0 أو تعادل 1-1، النتيجة الوحيدة الأكبر نتيجة اللي هي كانت فوز المحافظة على تشرين 3 أهداف مقابل لا شيء. نبدأ بنتائج فرق المجموعة الأولى، هل كانت هذه النتائج متوقعة؟ على فرق المجموعة الأولى الحقيقة ضمت حطين الشرطة مصفات بانياس جبلي. أنا شخصيا كنت متوقع أن حطين والشرطة أن يتأهلوا للدور الثاني. الحقيقة حطين ما فاز ولا مباراة، تعادل بثلاث مباريات، بس بقناعتي أني حقق الفائدة من المشاركة. اكتشف الجهاز التدريبي أين نقاط الضعف وافتقد فعلا فريق حطين كما في الدوري إلى المهاجم الهداف الذي بيعرف طريقه إلى الشباك.
تأهل الشرطة ومصفاة بنياس إلى النهائي هل كان طبيعي؟ وفق النتائج كانوا الفريقين الأفضل ضمن المجموعة. وتقييمك للنتائج حاطين بهالدورة؟ بشكل عام أنا كما ذكرت أني كانت أقل من المتوقع، لأني كان طموح جمهور حطين ولا جهاز تدريبي أن يتأهل الفريق إلى الدور نصف نهائي أو إلى المباراة النهائية، لم يحقق هذا الهدف بعكس التوقعات. كنت نتائج حطين؟ نتائج في حطين يعني 3 تعادلات الحقيقة فريق افتقد يعني لا طعم الفوز، وهي مشكلة الحقيقة عم يواجه فريق حطين. حتى الآن لم يحقق أي فوز لا في الدوري ولا في الدورة. الدورة لا في الدوري ولا في الدورة. مباشرة يا كابتن سيد بيازيد مدرب فريق رجال حطين، أهلا وسهلا فيك كابتن سيد. أهلا وسهلا أستاذ عبد الله لك وللأستاذ سمير. أهلا كابتن. أهلا وسهلا حبيبي. كابتن سيد، هل تحققت الفائدة من المشاركة في دورة حطين؟ والله بس بالنسبة لأن كجهاز فني نحن راضين عن الفريق بغض النظر أنه ما تأهلنا للمباراة النهائية، وهذا كان لأنه نحن كنا عم نسعى أن نوصل للمباراة النهائية ونكسب قد ما فينا مباريات تجريبية بالنسبة للفريق. كما حكى الأستاذ سمير لعبنا 3 مباريات، الفريق طالع من فترة التحضير، في عنا كان إصابات قبل البطولة، دخلنا بعض اللاعبين، شاركنا جميع اللاعبين بهالبطولة، جميع اللاعبين حتى نوقف على جاهزيتهم ونشوف مين اللي جاهز ليدخل الدوري ومين ما جاهز ومين خرج يفيدنا بالدوري ومين ما خرج يفيدنا. والحمد لله رب العالمين كانت المكاسب كويسة بالنسبة لنا. شو استفدت كابتن؟ شو استفدت من هالمشاركة؟ نعم. شو استفدت من هالمشاركة في دورة حطين؟ أول شيء الفريق من رتمه بالنسبة لهذا أول مباراة مع جبلة كان الفريق بال60-50% كان من المستوى، لعبة الشرطة وصل ل70-80% من المستوى، ونحن كنا نتعادل مع الشرطة. وصارتنا فرص ان نتقدم مثل ما حكى الاستاذ سمير مع ان المهاجم يعرف طريقه للمرمى، هذا اللي عم تنقصنا. واللاعبين اللي اجونا دخلوا مع الفريق وتاقلموا، في منهم امور قانونيه ما مشيت بالنسبه لصلاح شحرور انه لسه ما التزم معنا، يعني كان ملتزم بالتدريبات بس اموره ما بنعرف هذه عند الاداره. وبالنسبه لعلاء بيضون شارك معنا اول مباراه مع جبله ورجع انضرب مصيب، يعني هي عندنا مشكله كبيره انه ما لعب، هو كان طالع من اصابه ودخل المباراه وانضرب، هاي المشكله الكبيره اللي عم نعانيها انه نحن اللعيبه المحترفين اللي اجونا يعني لسه ما عملوا اضافه، ما في بس حج محمد اللي دخل مع هو ابن النادي دخل بالفورما واموره كويسه، والبقيه لحد الان ما استفدنا منه ابدا. كابتن مين عجبك من الفرق المشاركه بهالدوره؟ والله طبعا الفرق كلها كويسه، فريق المحافظه فريق كويس، فريق الشرطه، بس بتوقع انه كان فريق النواير هو من افضل الفرق اللي شفته انا، يعني فريق النواير كان يقدم كره حلوه، كان فريق منسجم في قوه بدنيه في 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 تعامل مع الخصم، بيعرف يتعامل بكل مباراه بيعرف يتعامل، خسر مع الشرطه ضربات جزاء، يعني هذه ضربات الجزاء بعتبرها انا عباره عن يعني حظ انه الفريق ما توفق بالتسجيل، الفريق الثاني توفق. بالنسبة للبطولة كانت ناجحة من كل النواحي للمدربين وللاعبين اللي ما شاركوا ما لعبوا مباراة ودية، هذه فرصة وإن شاء الله بتمنى أنا من إدارة نادي حطين كل سنة تصير هالبطولة فرصة للمدربين وللاعبين وللأندية إنه احتكاك بين بعض وتضل الفرق جاهزة. وهي المباراة النهائية بين الشرطة والمصفاي، هذول الفريقين كانوا بنفس المجموعة اللي لنا، يعني معناته انه نحن فرينا ما خسر وما فاز، بس انا بالنسبه لي راضي حتى نحسن ندخل على الدوري، لانه نحن قبل الدوري بنربح كل الفرق بالمباريات الوديه، ندخل على الدوري امورنا بتكون سيئه كثير ما بنربح، بس ان شاء الله رب العالمين مصممين وعندنا اراده انه نحن ندخل الدوري نحقق المطلوب مننا هو اول شيء البقاء بالدرجه الاولى، وما بعد ان شاء الله هي مباراه التتويج اللي بتوصلنا للي بدنا اياه ان شاء الله. كابتن كيف تنظر الى نتائج حطين؟ لا فوز ولا خساره في دوره حطين وفي الدوري يعني كله تعادل ما في فوز. استاذ يعني نحن ما راح نحط الحق على فلان وعلتان، يعني الامور العالم بينت، يعني الامور بينت، يعني النادي وقت بيخسر 14 لاعب بهذاك الموسم ما
بدنا احنا نحكي يعني بشغلات ما بدنا لازم نحكي فيها، بس بدي احكي فيها حتى ما حد يحمل الثاني، كل واحد يعرف وين نقطه الغلط اللي عمله. احنا 14 لاعب من نادي حطين هذيك السنه خسروا نادي حطين، دخلت انت فريق شاب على الدوري، الشاب ما عنده خبره الدوري، ما عنده خبره التعامل مع الانديه اللي صار لها سنين باع طويل بالدوري، صار بده يصير في تخبطات. يعني معلش انت بدك تبني فريق من بدك يكون عندك اعمده الفريق، عندك يكون خط الدفاع خط الوسط، في عندك لاعبين بالوسط لاعبين بالهجوم، حتى تعمل توليفه. اما انت هلا بهالناحيه صار عندنا انه 13 14 لاعب من الفريق، واستلم كادر جديد التدريب الفريق بفريق شاب، عمل برافو عليهم، يعني انا ما ببلومهم، برافو عليهم، عملوا نتائج ما سيئه، انه تعادلوا تعادلات وما حس انه يربح، لانه ثقافه الفوز عندهم كابتن، انه هدول اللعيبه ما خايفين، ما عندهم ثقافه الفوز حتى يعرفوا يتعاملوا. بالنسبه لهالفتره اللي استلمناها نحن، الفريق لعب اول مباراه مع الكرامه وتاجلت مباراه مع الفتوه، نحن استلمنا الفريق لعبة وحدة مع الكرامة وتعادلنا فيها، وعندنا مباراة مؤجلة إن شاء الله. نحن بهالمرحلة إذا ربحنا على الفتوة صار أمورنا كويسة كتير كتير. بالنسبة للتعادلات بالبطولة التشرين مثل ما حكينا بدورة حطين عفوا، صار في تجريب عدد من اللاعبين كتير أستاذ. إحنا ما بتهمنا أنه بتهمنا أنه نتأهل، بس ما بيهمنا النتائج بقدر ما يهمنا أنه أنا استفدت من لاعب بمركز معين بيفيدني بالدوري. أنا هلأ هالبطولة ما رح تعطيني ثلاث نقاط ولا رح تبقيني بالدرجة الأولى، المهم نحن استفدنا وشفنا الكادر التدريبي انه في هالفريق ان شاء الله فينا نبقى بالدرجه الاولى ان شاء الله. متفائل كابتن في الدوري؟ طبعا لما متفائل كنت اول ما استلمت لما انا بطلت، بس انا الحمد لله رب العالمين عندي ثقه وعندي روح التحدي، وانا بحب التحدي استاذ انت بتعرف، وانا داخل كابتن سيد كابتن سيد ثقه بلاعبتي ولي ثقه انه نحسن نطلع من هالمهمة هالأزمة، وإن شاء الله فريق حطين يظل كبير مع الكبار إن شاء الله. يا كابتن سيد أنت مثل ميسي بتحب التحدي. ميسي؟ نعم ميسي هذا كابتن كل 50 سنة بيجي لاعب مثله بالتاريخ بكل تأكيد مثله. وخاصة بهدفه يوم أمس مرمى البايرن. بدي أشكرك كابتن سيد، أنا بعرف أنك برشلوني وبنفس الوقت حطيني، متمنى لك كل التوفيق إن شاء الله تحت قيادتك يبقى فريق حطين في دوري المحترفين موسما جديدا. شكرا لك ولأنك تستحق من أخلاقك العالية ومن خلال تفانيك ومحبتك لناديك حطين. كابتن سيد بيازيد كان معنا من خلال هذا الاتصال، شكرا لك. شو تعليقك سمي؟ اللي بيعجبني بالكابتن سيد هو دائما تفاؤله، دائما عنده ثقة بالنفس، عنده ثقة بلاعبينه، والحقيقة هذا شيء أسمى العام الماضي عن فوز حطين ببطل الإياب. أنا معه قولا واحدا بأن الفريق ممكن إذا بيربح لعبة الفتوة ممكن يدخل بين الثلاثة الأوائل، يعني فارق النقاط كتير ضئيل بين الثلاثة الأوائل وبين صاحب المركز الأخير. بحييه على جهوده وبحييه على ثقته بنفسه وعلى ثقته بلاعبينه. ما بتحييه على كلامه على ميسي ولا أنت ريالي؟ لا أنا هاي قاعدة زميل عبد الله، الحطينية هن برشلونية والتشرينية هن ريالية، فأنا تماما كتير متابع جدا للموضوع. الحقيقة الشيء المتعة في كرة القدم العالمية حاليا هو وجود هالناديين وجود هاللاعبين. بكل تأكيد. ننتقل من الحديث عن فرق المجموعة الأولى إلى فرق المجموعة الثانية، ضمن هالمجموعة تشرين والكرامة والمحافظة والنواعية، رأيك بفرق هذه المجموعة؟ الحقيقة الفرق الثلاثة باستثناء تشرين هن بدين يخوضوا الإياب من دوري المحترفين. تشرين الكل بيعرف أني انتهت مباراة دوري فرق المجموعة الأولى، وحاليا الثلاثة الأندية الحقيقة من الأندية القوية، المحافظة مرشح للتأهل، النواعية مرشح، ثلاث أندية عند محاولات ان يتأهل للدور النهائي، لذلك كانت فرق المجموعة الحقيقة قوية، واكبر دليل النتائج ممكن تشرين هو الفريق الوحيد اللي كان اضعف، وبالتأكيد له اسبابه يعني. تماما. تقييمك لنتائج تشرين بهالدورة، هل كانت نتائج متوقعة؟ لا كنت اتوقع اني افضل من هيك نتائج، ولكن من خلال متابعتي الحقيقة الفريق افتقد كثير للاعبين، بعض اللاعبين ما حسنوا يجوا من حمص. بعض اللاعبين مصابين، فهذه عملت مشكلة بالتأكيد للكابتن ماهر قاسم، ولكن بشكل عام لعب بفريق شاب وناشئين، ومع ذلك أنا بقول يعني كان بالإمكان أفضل لو أني اللاعبين التحقوا جميع اللاعبين وخاصة المحترفين، البعض منهم ملتحق ولا شارك بالدورة، وأبرز الحارس
اللي هو كان على اساس فادي المرعي كان بحمص مع لاعب ثاني احمد بس يعني. يعني من ضمن المشكلات تخيل فريق تشرين ثلاث مباريات ما بيسجل ولا هدف، يعني خسر في المباراه الاولى امام الكرمه بهدفين مقابل لا شيء تماما. امام المحافظه بثلاثه اهداف نظيفه، تعادل مع النواعير مع النواعير. تخيل انت لا تملك مهاجم يعني، يعني وفي علما ان السنه كان في ست سبع تعاقدات مع لاعبين محترفين الحقيقه ما كانوا موفقين ابدا، كان من المفروض يكون في مهاجم هداف على الاقل بين التعاقدات. ما بين نتائج تشرين وحطين شو بتقول؟ لا بالتأكيد نتائج حطين أفضل، لأني حطين ثلاث تعادلات صحيح ما فاز بس بالمقابل ما خسر أبدا، بينما حط تشرين يعني خسارتين وتعادل كان بالإمكان، وتشرين بتعود على الدورات الودية والتجريبية، بس بشكل عام نتائج متواضعة جدا لتشرين. ما بنعرف شو الأسباب، نتمنى يعني نعرف من الكابتن ماهر. نسمع أسباب مع الكابتن ماهر قاسم مدرب فريق رجال تشرين مباشرة. كابتن ماهر أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك وضيفك الأستاذ سمير. أهلا كابتن ماهر. كابتن ماهر يعني هل تحققت الفائدة من خلال المشاركة في دورة حطين؟ والله أستاذ عبد الله مثل ما بتعرف يعني نحن غير الفرق اللي كانت مشاركة أكتريتها كان عندها أسهل تكمل الدوري مثل الإياب، بس نحن خالصين دوري وخالصين مرحلة واصلين لمرحلة متقدمة بكأس الجمهورية، ولم نعرف نحن جدول يعني أمتى المباراة اللي بدنا نلعبها بنص النهائي، لكن مثل ما مبين أنه نحن بعيد اللعب لأنه لسه في مبارتين بدأت اللعب لحتى يوصلوا الفريقين لعنا، فممكن نحن نطول بعد شهر ونص لنلعب مباراة النصف النهائي بكأس الجمهورية، فكانت شوي عبء علينا الدورة راجعين من الشام من مباراة كأس وتجمع الدوري اللي كان باقي لنا ثلاث مباريات، وكان في تحضير مكثف للمباريات الخمسة، وكان عندنا مباريات ودية تقريبا شيء سبعة من مباريات خلال شهر، كان فريق مصاب بالإجهاد ويعني في كثير عليه جهد على اللعيبة، فكانت مشاركتنا لازم ما كاننا نشارك، بس تعرف ما أنه دورة حبوا الكل يشاركوا فيها وما حبينا أن نكون نحن شواذ وكان اللي كانوا. على فكرة نحن شركنا 22 لاعب بالمباريات الثلاثة اللي لعبنا، وكان عندنا ظروف كتير قاسية لحتى صارت النتائج الأبدا أبرز الغيابات كابتن ماهر. والله كل مباراة يصير معنا مشكلة بالغيابات، بس كان في غياب الحارس الأساسي بمباراة تانية أشركنا الحارس ما الاحتياط ولا الحارس الشاب، والحارس الشاب كان مصاب بإيده بإصابة بليغة وفي قطب بإيده وفكينا له القطب وخليناه يلعب بالمباراة، لأن في حارسين حارس صار عنده مشكلة وحارس الثاني اللي كان بحمص ما قدروا يجيبوا الإدارة ليشارك معنا بالبطولة. أيهما أقوى فرق المجموعة الأولى أم الثانية؟ والله أنا بدك تأخذ رأيي الفني كل الفرق مثل بعضها، بس الوحدة والجيش سابق الكل بتحضيره يعني كثير ظروف مهيئة له ليكون فرق طبعا عم يشارك بالبطولات الآسيوية، بس بقية الفرق كلها تقريبا قريبة من مستوى بعضها، هذا رأيي الشخصي. هذا على صعيد الدوري، على صعيد دورة حطين أيهما أقوى، فرق المجموعة الأولى أم فرق المجموعة الثانية اللي كنتوا ضمنها أنتم؟ والله أنا شفت كمان يعني متقارب بالمستوى، كان الشرطة النواعير أميز شوي يعني بالجماعية تاعيتهم، مصاد بانياس في لمسات المدرب الكابتن عمار كان على الفريق كثير واضحة، حطين مجتهد بشبانه الصغار، فرق يعني كلها مقبولة إلى حد ما، وكانت محضرين للدوري فإن إجتهم الدورة يعني حافز لهم لحتى يشاركوا فيها ويقدموا مستوى أحسن، بس تعرف نحن لأنه كنا تقريبا خارج حسابات هالبطولة حاولنا نشارك أكبر عدد ممكن من اللعيبة اللي ما اشتركت، لعيبة الشباب شاركنا ثلاث لاعبين شباب أول مرة بأربع لعيبة أول مرة بيشتركوا بدوري بمباريات رسمية للرجال، يعني الفرق كلها كانت منيحة مقبول تحضيرها بالنسبة للوضع وللتحضير اللي صار. كابتن ماهر شباككم تلقت خمسة أهداف ما سجلتوا ولا هدف في الدور الأول، فينا نقول في غياب للهداف في الفريق؟ طبعا نحن من بداية الموسم أنا تابعت مباريات قبل ما أكون مدرب، تابعت عندنا مشكلة بموضوع الهداف، فهي مشكلة يعني مرحلة مشكلة عالمية بتصير لما بتكون ما عنده هداف ما بيقدر يحط جول بصير عنده بينضغط
فريق تشرين السنة كتير 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 عنده مشكلة، مثلا بيلعب الشوط الأول ما بيقدر يحط جول، الشوط الثاني إجباري بده يصير عليه ضغط، بده يصير عليه أي لاعب من الفريق الثاني بيكون هداف سرق جول، إنها اللعبة لصالح يعني هي مشكلة الهداف عندنا نحن بيصابوها إنه والله المدرب هو الهداف، هي صنيعة رب العالمين يعني بيخلق موهوب بيحط جوال، طبعا المدرب له لمساته بموضوع خطة الفريق، موضوع كيف بيصنع الهجمة، كيف بيهيئ له فرصة للهداف، بس موضوع الهداف أكيد أكيد ما موجود بنادينا، لو موجود بنادينا كان تداعجنا أفضل من هيك وكان وضعنا أحسن من هيك. شو رأيك بهداف ليلة الأمس ميسي؟ من كوكب آخر، مع اني بشجع بايرن ميونخ واكل صدمه كبيره، بس كل ما مرق وقت انا اللي كانوا حضرانين مع المباراه اقول له ان شاء الله ميسي بس ما يشغل الاحتياطي تبعه، لانه نفذ كل شيء من الفريقين، كل الاحتياطي طبعا الا الاحتياطي تبع ميسي، هو الموهبه الربانيه اللي الله خالقه له اياها وابدع وصنع وسوى شغلات يمكن استغفر الله العظيم ما موجوده بالبشر، يعني شغله كبيره كثير كثير. شكرا لك كابتن ماهر قاسم مدرب فريق رجال تشرين، كل التوفيق في مباراة الدور نصف النهائي القادمة إن شاء الله، إن كانت أمام الشرطة أو أمام النواعير، وأن نشاهد تشرين في نهائي كأس الجمهورية ويحمل الكأس للمرة الأولى في تاريخه هذا الموسم تحت قيادة كابتن ماهر قاسم. شكرا لك على تواصلك معنا، شكرا لك كل التوفيق. نحكي شوي هيك عن فريق جبلة، لأنه فريق جبلة أيضا شارك في هالدورة، ومثل ما قلنا سمير ما عنده استحقاق فريق جبلة، مخلص دوري ومخلص كأس، يعني هل كانت نتائج متوقعة بالنسبة لفريق جبلة؟ هلا مقارنة مع نتائجه بالإياب فكانت يعني نتيجة طبيعية إن جبلة يعني ما يتأهل على الدور نصف نهائي، ولكن يعني بإجماع كل من تابع مباراة جبلة قدم مباريات قوية، كان ند قوي يعني خسر بشرف أمام الفرق اللي خسر قدامها، ولكن بشكل عام يعني خسارتين وتعادل، حصل على نقطة واحدة، احتل المركز الأخير بمجموعته، ولكن بشكل عام قدم أداء رجول ومباريات تبشر في المستقبل إن شاء الله عن أني تكون كمان في عودة تاني لجبلة إن شاء الله. وصول الشرطة ومصفاة بنات إلى المباراة النهائية هل كان متوقعا؟ هن من أفضل الفرق الحقيقة، وهن دائما لهم حضور في الدور نصف نهائي في الدور النهائي لدوري المحترفين على مدى السنوات الثلاثة الماضية، فالحقيقة من أفضل الفرق هن، وبعتقد أن كان وصولهم طبيعي ومنطقي، ويعني المباراة النهائية الحقيقة دائما الشرطة محظوظ دائما هون حطين. هل استحق كأس البطولة؟ أي بالتأكيد، طالما أفضل خط هجوم موجود، أفضل نتائج حقها قوة الحقيقة، أخذ 7 نقاط، الفريق الوحيد بالدور الأول أخذ 7 نقاط، تعادل فوزين وتعادل، أفضل لاعب من عنده اللي هو يوسف أصيل وهو هداف البطولة برصيد 3 أهداف، أفضل حارس من عنده، بشكل عام أنا بقناعتي استحق فريق الشرطة لقب كأس البطولة، واستحق فريق مصفات الحقيقة التحية على أدائه في المباراة النهائية وخلال البطولة بشكل عام. حطين المنظم تشرين الجار جبل الجار 3 أندية من المحافظة، شو الفائدة اللي حققتها من المشاركة بهالدورة؟ هلا تشرين يعني من المفروض يكون حقق فائدة طالما عنده استحقاق، بس مثل ما حكى الكابتن ماهر هو بعيد عن الاستحقاق ما مبين إمتى. حطين بالتأكيد حقق فائدة كبيرة من خلال مثل ما حكى الكابتن سيد إني استفاد، اكتشف لاعبين ممكن غطى في بعض المراكز فريق تشرين جبلة، والحقيقة حطين بقناعتي مهما كانت في فائدة يعني للاعبين واحتكاك للاعبين، وخاصة لحطين اللي عنده استحقاق ولتشرين كمان عنده استحقاق. عدد من التطورات الإدارية شهدتها إدارات أندية اللاذقية تحديدا تشرين وحطين، شو ممكن نحكي عن استقالة رئيس نادي حطين المهندس مروان مينا؟ هلا بشكل عام أنا كنت سعيد جدا بالاستقرار اللي كان في نادي حطين خلال السنوات الثلاثة الماضية في ظل وجود المهندس مروان، الحقيقة كان في استقرار إداري، كان في استقرار مالي، على ما يبدو على ما فهمت أنه هو تعب صحيا من هالموضوع، هذه هو خبرة وكفاءة وقاد نادي حطين الحقيقة، نقلوا من ضفة إلى ضفة، من ضفة الغياب الاستقرار إلى ضفة الحقيقة استقرار إداري مهم جدا، نجح خلال مع بقية بالتأكيد مع بقية أعضاء مجلس الإدارة بني نجح، نادي حطين صار نادي عائلي اجتماعي تحس فيه ماله مثل أيام زمان، هالشيء هذا منحييه عليه ونتمنى له العودة إذا أمكن،
ولكن بشكل عام أنديتنا بتملك كفاءات ونادي حطين بيملك كفاءات عالية. نأمل من القيادة الرياضية أني دائما وأبدا إن عاد النظر، يعني دائما لازم يكون في تقييم لإدارات الأندية. في كثير من الأحيان ما بنكون أبدا موفقين، وأنا بقول لك مشكلة رياضة اللاذقية في بعض الأحيان في سوء اختيارات لإدارات الأندية، وهذا عم يسبب الحقيقة تراجع على مستوى ألعاب النادي يعني بشكل عام. سمير، على الضفة الثانية تشرين، في مشاكل وخلافات بين أعضاء الإدارة. هالحكي هذا عم نسمعه من قلب أعضاء مجلس الإدارة، في كتير الحقيقة خلافات، في انقسامات بالرأي، في أطراف يعني على ما يبدو البعض ما بيحب لهالنادي الخير، في وضع عصي بالعجلات أمام هالنادي، البعض عم يحاول يشتغل والبعض الحقيقة لا، ما عم يحاول بعكس الاتجاه. أنا بقناعتي نادي تشرين بحاجة إلى إعادة نظر في مجلس إدارته. شو الحل لو الوضع الاستقرار الإداري؟ إعادة الاستقرار الإداري في الناديين. دائما وأبدا أن نبحث عن الكفاءات وليس عن أشخاص دخلاء على الرياضة. أحيانا عم يكون تحديدا في نادي تشرين عم يكون في دخلاء على الرياضة لازم نبتعد عنهم. في كفاءات رياضية، في استثمارات، في دعم للرياضة من قبل الحكومة، من قبل المكتب التنفيذي، ولكن بشكل عام وجهة نظر طبعا وبشاركني كثير رأي فيها، نعم يكون في سوء اختيارات للأندية. والانتخابات دائما كما ذكرت أنا وأنت زميل عبد الله، موضوع الانتخابات دائما لا يمكن تفرز الأفضل وتحديدا يعني بالرياضة. بكل تأكيد سمير، العام الدراسي على الأبواب راح ينتهي، في استعداد في الأندية بالنسبة للمدارس الصيفية ولا لا؟ لا لمس الشيء هذا، بعض الأندية بدأت الإعلان عن المدارس الصيفية سواء قدم ولا سلة ولا طائرة، ولكن بشكل عام نتمنى نحن تكون المدارس الصيفية فعلا مدارس لاكتشاف الموهوبين. يكون أهم نقطة زميل عبد الله، بتعرف الظروف الاجتماعية والمادية للأهالي، يعني يكون كمان رسم الاشتراك بهالمدارس هذه يكون مقبول، نوفر لهالطالب لهالطفل هذا بدون تسبع للأندية كل مقومات أني نجذبه نشوقه للنادي. وبالنهاية نحن مستفيدين كأندية تماما، عم نستقطب هالأطفال، عم نشوف المبرزين منهم، عم ناخذهم، عم نكون عنا تماماً. يعني قاعدة جيدة للمستقبل. هن الأساس، المدارس الكروية على مدى سنوات هن الأساس الحقيقة برفد باقي فرق النادي باللاعبين الموهوبين. كلمة أخيرة حول رياضة اللاذقية، هل هي بخير؟ والله بشكل عام أنا بقناعتي لا، ما أنا بخير أبدا. في بعض الألعاب الفردية هي بخير، ولكن الألعاب الجماعية بحاجة إلى إعادة نظر. شكرا لك زميلنا الإعلامي سمير علي، كان معنا في حلقة اليوم، وكنا عبر اتصالين مع الكابتن سيد بيازيد والكابتن ماهر قاسم. انتهت حلقة اليوم من ملاعب اللاذقية، ملتقانا يتجدد يوم الخميس القادم. شكرا لفريق العمل بأكمله برفقة المخرج حمزة مخلوف، أشكركم على المتابعة، إلى اللقاء.